طيب احنا اتكلمنا عن كل التفاصيل اللي بتخص النادي الاهلي، دلوقتي ميعاد الحديث عن الجانب العالمي وبالتحديد الاوروبي واكثر تحديدا كمان كلاسيكو النهارده في الكره الاسبانيه، مباراه ريال مدريد وبرشلونه. بالمناسبه قبل ما اتكلم على الكلاسيكو، مباراه ليفربول واستون فيلا التعادل اصبح ايجابي ما بين الفرقتين، صلاح احرز هدف التعادل عشان يوصل للهدف رقم 18 لهذا الموسم، مباراه في الدقيقه 76 من عمر هذا اللقاء الهام جدا. لكن في هذه اللحظات كمان معايا الاستاذ مروان الشافعي المحلل الفني، هيكون معايا عبر تقنيه زوم ونتكلم معاه بشكل مفصل بخصوص الكلاسيكو النهارده ما بين ريال مدريد وبرشلونه. يا مروان مساء الخير. مساء الفل يا كابتن امير، ايه الاخبار؟ تحياتي مبسوط ليك، معاك مره منورنا. تانية. الله يخليك، ده نورك. مروان بتشجع ريال مدريد ولا برشلونه؟ انا مدريديستا، يعني مش عايز اقول متعصب بس قديم. مدريديستا قديم. يعني نفس ريال مدريد القصه بالنسبه لي، طبعا لكن هي مباراه اكيد صعبه جدا. كيف طبعا ترى هذه طبعا المباراه في اطار المنافسه المحتدمه على بطوله الدوري صحيح الاسباني ما بين الثلاثي ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد؟ صحيح، زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هي انا بشوفها الفرصه الاخيره بالنسبه كمان لريال مدريد، هي الفرصه الاهم، المواجهه الاخيره ما بين المنافسين. خلاص ريال مدريد خلص الماتشين مع اتلتيكو مدريد، خلص ماتش مع برشلونه، فاضل له ماتش النهارده على ملعب الفريدو دي ستيفانو. ريال مدريد هو ثالث الترتيب، هو الابعد ب 63 نقطة، برشلونة الثاني 65 واتلتيكو مدريد الاول 66. محتاج النهارده ريال مدريد يحافظ على حظوظه في الفوز بالليجا، غير ان هو لسه كمان عنده منافسات في الشامبيونز ليج، فربنا يكون في عون زيدان وربنا يكون في عون اللعيبة. بدنيا ممكن تكون متأثر كتير، على عكس بقى برشلونة اللي بشوفهم ذهنيا ونفسيا هم مجهزين للفوز بالليجا اكتر علشان ما حتى من عندهمش برشلونة. مباريات في الشامبيونز ليج، هم خرجوا خلاص، عكس ريال مدريد كان بالظبط، عندهم اتفق ماتش معاك قوي مع جدا. ليفربول ولسه عندهم ماتش قوي كمان مع ليفربول يعني. بالظبط، وكمان هم ما عندهمش كمية الإصابات اللي بتحصل عند ريال مدريد، وفي وجهة نظري الفوز بالليجا لبرشلونة في إيديها، هو الفريق الوحيد اللي الفوز الليجا بإيده، لأن هو برشلونة الأقف إذا فاز على ريال مدريد، أبعد ريال مدريد تماما الفوز بالليجا، ولسه كمان هيواجه أتلتيكو مدريد في الكامب نو، ففرصة برشلونة هي الأقرب للفوز بالليجا. عشان كده بقول النهاردة هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لزيدان واللعيبة إن هي تحط نفسها في يعني في مواجهة مباشرة مع أتلتيكو مدريد للفوز بالدوري في نهاية الموسم. طيب بعد مباراة ريال مدريد وليفربول والمجهود البدني الكبير قوي اللي كان موجود في المباراة دي واللي كلنا لمسناه واحنا بنتفرج في الحقيقة، ازاي هيتعامل زين الدين زيدان مع مواجهة برشلونة النهاردة بالتحديد في الجانب البدني؟ هل ممكن، يعني انا مش عايز اقول يريح بعض اللاعبين لان مفيش هنا هزار، انت بتنافس على بطولة تانية، بس هيتعامل ازاي صحيح. في الجزئية دي من وجهة نظرك يعني؟ والله بص، هو زيدان يا كابتن امير على طول بيفاجئنا، يعني كان كل الناس متخيله ان هو ماتش ليفربول هيلعب بثلاثه في قلب الدفاع ولعب باربعه عادي وعمل واحده من احلى ماتشاته. صح. يعني انا بشوف الافضل ان انت تشوف برشلونه بتلعب ازاي، وتخلي بالك ان برشلونه دلوقتي بقت بتلعب في ثلاثه في قلب الدفاع وخمسه في نص الملعب واثنين مهاجمين. اذا انت عملت خطتك العاديه 4 3 3 قدام برشلونه، نص ملعبك هيبقى عنده مشكلتين، اولا المشكله البدنيه، انت بتلعب بكروس وبمودريتش اتنين صح انهكوا بدنيه قدام ليفربول طبعا وعمرهم السنيه كبيره، صح لما تقارنهم بواحد زي داست، واحد زي بدري، واحد زي حتى ديونج. عثمان ديمبيلي لما بينزل في نص الملعب. والمشكله الثانيه ان انت هتبقى 3 على 5، فانت خسرت نص ملعبك. فانا بشوف النهارده على زيدان يعمل بعض الروتيشن الخفيف، يعني اتمنى اشوف النهارده فالفيردي يبدا، ممكن ايسكو يبدا، مودريتش ممكن يرتاح او ينزل في الشوط الثاني، على فكره زي ماتش الكامب نو اللي ريال مدريد بالظبط. كسب فيه 3-1، صح فالفيردي بدا ومودريتش نزل، وفالفيردي جاب جون لما بدا ومودريتش جاب جون لما نزل. فبشوف ان على ريال مدريد النهارده يخلي باله جدا من الناحيه البدنيه، لان كمان 3 ايام هو مسافر انجلترا يلعب ماتش قدام ليفربول، ماتش لسه مخلص، المواجهه لسه ما بين الفريقين محتدمه، فعلى ريال مدريد وعلى زين الدين زيدان يداور بشكل مناسب للفريق علشان ما يخسرش عناصر اكتر، والاصابات اصلا مش سايبه ريال مدريد في حالها، راموس، بالظبط. فاران كورونا، راموس اصابه، بمناسبة هازارد. الإصابات، فاران وراموس، ما شفناش ريال مدريد اتأثر بغيابهم في مباراة ليفربول، هل الوضع ممكن يتغير بالتحديد في مواجهة برشلونة؟ يبقى في تأثر انا شايف بالغيابات دي؟ ان بص، هو انا شايف ان في ماتش ليفربول الفريق كله كان جاهز والفريق كله كان ذهنيا حاضر، وزين الدين زيدان حمى الاثنين دول، حمى ناتشو وحمى ميليتاو بعدم تقدم كاسيميرو،
وبعدم تقدم ميندي كتير في الهجمات الهجمات المرتده على ليفربول، فقدر ان هو يلعب على نقاط ضعف ليفربول ويحيد لعيبه ليفربول الهجوميه اللي برضه هم عندهم مشاكل. ساديو ماني مش في موسم قوي بالنسبه له، فيرمينيو اصلا ما بداش، دييجو يوتا ما كانش في ماتش كويس، لكن النهارده قدام برشلونه كفايه ميسي، كفايه عثمان ديمبيلي وجريزمان، ثلاثه تقال جدا، حتى في الدكه في ترينكاو وفي لعيبه تقيله. يعني النهارده اذا كاسيميرو بلغه الكوره كده باع ناتشو وباع ميليتاو وما شاركش معاهم في الناحيه الدفاعيه بشكل اقوى، وما كانش في تعليمات واضحه لاظهره الجنب ان هي تتقل شويه وما تهاجمش في كل كوره، هيبقى في مشكله كبيره. عشان كده بقول ان اهميه فالفيردي النهارده في نص الملعب ان هو يزيد على ناحيه لوكاس باسكيز ويعمل الدبل اب على جوردي البا وعلى عثمان ديمبيلي، لان دايما خطوره برشلونه بتيجي من الكره القطريه اللي بيلعبها جوردي البا في قلب الملعب، وميسي بيقطع للداخل على طول، بتسبب مشاكل كتير. اذا تساب لوكاس باسكيز على ديمبيلي وعلى البا تبقى كارثه كبيره. يعني طيب النهارده هتبقى اخر مباراه لميسي، اخر كلاسيكو بالنسبه له، ولا تتوقع ايه؟ بص يعني انا ما اتمناش، يعني هعتقد ان الدوري الاسباني هيتاثر كتير جدا، جدا يعني جدا يعني زي ما كفايه تاثر غياب برحيل ميسي يعني رونالدو. بالظبط. يعني تخيل، يعني الناس كانت بتستنى اصلا الماتش ده عشان طبعا رايفلي بتاعت كريستيانو طبعا وبتاعت ميسي، دلوقتي مفيش كريستيانو، فبقيت تحط اسم مع ميسي كده، مثلا مره بنزيما، مره تقول راموس، مره تقول عظمه زيدان كمدرب، ممكن تعادل الكفه. بس في الاخر اذا كمان رحل ميسي عن برشلونه، يعني الليجا هتبقى ملهاش طعم على فكره. يعني خالص. لسه بقى مستني 3 4 سنين كمان عشان واحد زي مبابي مثلا يروح مدريد، واحد زي هالاند يروح برشلونه ويوصلوا للتوهج، فتستنى بقى الرايفلي ما بينهم. لكن بالظبط. انا يعني بصراحه كمحب للكوره، مشجع لريال مدريد، وميسي بيأذينا كتير بصراحه، بس يعني للمتعه وللفرجه الكلاسيكو هيقل كتير والليجا هتقل كتير. فما اعتقدش على فكره ان ميسي ممكن يرحل من برشلونه، برضه بعد وجود لابورتا وبعد طبعا الأداء المميز اللي بيقدمه رونالد كومان، ان هو بيبني فريق جديد، أعتقد إن ميسي هيكمل، وأتمنى كمان إن راموس يكمل، لأن الكلاسيكو والليجا هتتأثر جدا بغياب واحد منهم من السنين القادمة. بالتالي ممكن رونالدو يرجع، خصوصا في ظل التقارير اللي اتكلمت على ان يعني في تفكير في ريال مدريد ان هم يرجعوا رونالدو، ورونالدو نفسه يرجع ريال مدريد، والموضوع اصبح مستبعد دلوقتي، خصوصا في ظل الاتجاه نحو التفكير في التعاقد مع كيليان امبابي، وتقارير كتير قالت ان خلاص الصفقة قربت يعني في الصيف. يعني هو انا بشوف ليها كذا شق اخدهم مع حضرتك بسرعه. رونالدو لعيب عنيد، لعيب مش هيرضى ان هو يتحط في مسيرته ان انا رحت نادي عشان احقق له تشامبيونز ليج وان انا سبته او بعته بلغه الكوره علشان ما قدرتش احقق نجاح، لانه مع ريال مدريد برضه قعد 5 سنين لحد ما حقق اول تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، فما اعتقدش ان كريستيانو هيفكر. على الناحيه الثانيه فلورنتينو بيريز، عمر ما في لعيب خرج بالشكل بتاع كريستيانو ورجعه تاني للنادي، اقتصاديا مش هيقدر بيريز يتحمل صفقة كريستيانو رونالدو وراتب كريستيانو رونالدو العالي، عشان ده بيتخانق مع راموس على 2 مليون يا كابتن أمير. فتخيل ان هو بالظبط. هيجيب كريستيانو اللي هو هيطلب 30 مليون يورو في السنة، هيبقى صعب جدا. رقم ثلاثة هو البروجكت الجديد اللي مع زيدان، مع الاستاد الجديد، مع ان خلاص بيريز هيتم انتخابه لحد 2025 كرئيس لريال مدريد بعد ما فيش حد تقدم للترشح قدامه. فانا اعتقد نمبر 1 بالنسبه لفلورنتينو بيريز امبابي، وبعدين هيبقى في بدائل لامبابي سواء هالاند او هاري كين هيفكر فيهم. لكن عوده كريستيانو رونالدو هي للاسف يعني هي كانت رحله واحده بس من مدريد الى تورينو، ملهاش عوده. بقول ده وانا متاثر جدا، لان انا كعاطفيا اتمنى ان اشوف كريستيانو رونالدو طبعا بيختم مسيرته بتشيرت طبعا. ريال مدريد، لكن منطقيا وواقعيا انا شايفها مستحيله. طيب اخيرا، طبقا للمعطيات، توقعاتك للمباراه دي النهارده ايه؟ والله توقعاتي منطقيا انا شايف برشلونه الاقرب، يعني برشلونه بدنيا اجهز، هم عندهمش غير بطوله الليجا، ولكن علشان دايما التوقعات بترتبط بالاماني، فيعني اتمنى طبعا توفيق ريال مدريد، وان كنت بشوف حتى التعادل مش هيبقى مؤذي بالنسبه لريال مدريد وهيبقي على اماله في الملف. الدوري لنهايه الموسم، لكن فنيا بشوف ان برشلونه الاقرب، وخلينا نقول ايه 55% لبرشلونه 45% لريال مدريد، واتمنى ان انا اطلع غلط يعني. ان شاء الله تطلع غلط وريال مدريد تكسب. يا انا رب ان بشكرك شاء الله. بشكرك يا مروان، شكرا جزيلا. بشكرك مروان كابتن امير. الشافعي المحلل الفني المتميز في الحقيقه كان معانا عبر تقنيه زوم، واتكلمنا معاه تحديدا بخصوص مباراه اليوم، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني. المباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل، يلا بينا.